عيد آخر على الأبواب، ومدينة تعز ما تزال متخمة بالجراح وآلام الحرب، إذ لم تتحسن هذه المحافظة ولو قليلا من تدهور الأوضاع المعيشية. في السنة الرابعة على التوالي وتعز تحت الحصار، تحت الانفلات الأمني، ما زالت تعز تعاني بعدم صرف المرتبات للموظفين. القوة الشرائية ضعيفة جدا بسبب عدم تواجد السيولة لدى الموظفين والمواطنين. تعز تعاني دون التفت لها أحد. الشرعية لحد الآن ما زالت تحسب تعز من ضمن المناطق المحتلة. ما إن يرحل رمضان يحل العيد، وتأتي هذه المناسبة حاملة معها متطلبات أخرى أكثر إرهاقا على كاهل المواطن، إذ ما يزال بحالة من العجز أمام توفير احتياجات أبنائهم وذويهم على غرار المناسبات الماضية. فغلاء الأسعار هنا ارتفع ضعف ما كان عليه الأعوام السابقة. هذا العام نلحظ ارتفاع غير عادي، نلحظ أيضا تفاوت وازدواجية في قضية الأسعار، كل تاجر معه سعر، تمام؟ غياب الرقابة والأداء الحكومي نهائيا عن الأسواق، الكل يعمل له سعر من راسه، أثقل كاهل الناس، تعبنا. تخرج معك 50,000 تعود بكيس صغير. كانت الأعوام الماضية الأمور لا بأس، وكانت الأسعار أيضا طيب، وكل الكل يتعلل بارتفاع أسعار العملة. طيب من المسؤول عن ارتفاع أسعار العملة؟ من المسؤول اليوم عن العبث الآن اللي يجرين من خلال التجار؟ أداء السلطة المحلية اليوم أداء ضعيف جدا جدا جدا، وخصوصا بما يتعلق بحياة الناس. حياة الناس اليوم مرهونة بمزاجية تاجر، مزاجية بائع جملة أو تجزئة. أسواق المدينة هي الأخرى تبدو مزدحمة ككل مرة، إلا أن الناس هنا يتحدثون فقط عن زيارتهم لها دون شراء، فلا مرتبات انتظم صرفها من قبل الحكومة، ولا تجار عملوا على مراعاة أوضاع السكان. عيد آخر يحل على تعز، ولا يزال المواطنون يشكون تدهورا مريعا في الأوضاع المعيشية في ظل تجاهل تام من قبل الجهات المعنية بإنقاذ المدينة من شبح الفقر المحقق. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.